يا الزاير لو القبره يلوحي عينك من يبعي سلم ويعقد النية وقرا الحمد والتوحيد واطلب من السجاد كل ما تطلب وتشتري أصعب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك سلام عارف بحرمتك مخلص في ولايتك. نسلم على مولانا أبي عبد الله كما سلم عليه مولانا الإمام المنتظر حينما قال: سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد سيوف، فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب العداوة مناصبا، فلأن دبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأكارم، وأعظم الله أجورنا وأجوركم، وما زلنا وإياكم نعيش أجواء رحاب عزاء مولانا أبي عبد الله الحسين في ذكرى عاشوراء الخلود، عاشوراء الشهادة، ولا سيما بدأت اليوم وانطلقت من رأس البيشة حيث أقصى نقطة في العراق من جنوب الفاو هي مسيرة الأربعين الخالدة، حيث التوجه إلى كعبة الأحرار إلى كربلاء الحسين كربلاء الشهادة مسيرة الأربعين المباركة. فنجدد لكم العزاء والمواساة مشاهدينا ونكون وإياكم وحلقة جديدة وبرنامج صباح كربلاء. أكيد أنقل لكم تعازي كل فريق العمل إن شاء الله وزميلتي إسراء السلامي، صباحكم مبارك إن شاء الله وأعظم الله أجورنا وأجوركم. الله يبارك فيكم وأعظم الله لنا ولكم الأجر نهاوند، الله يبارك فيكم مأجورين إن شاء الله. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة مباشرة من صباح كربلاء. كما شاهدنا إن شاء الله في بث مباشر انطلقت اليوم مسيرة الأربعين من رأس البيشة مهرجان مسيرة الأربعين الثاني عشر، حيث العشق الحسيني توجهوا أحباب الحسين إلى مدينة كربلاء المقدسة من البحر إلى النهر. إن شاء الله هذه الخطوات المباركة وإن شاء الله هذا التعب وهذا المجهود يكون له كله أجر وثواب عند رب العالمين. إذن مشاهدينا الكرام حلقة جديدة متجددة نبدأها بعزائنا لمولانا الحجة المنتظر بأيام وذكرى عاشوراء استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأولاده وأصحابه. نبدأها باستعراض سريع وبسيط لأهم فقرات حلقة هذا اليوم. أولى الفقرات ذاكرة الأيام، ونتناول فيه وفاة الشيخ الطوسي سنة 460 للهجرة. ومن بعدها مشاهدينا نشاهد في سياق تقرير إن شاء الله مسيرة عاشوراء الخالدة في مدينة مالمو السويدية مع الزميلة رانيا المسوي. وفي فقرة حديثنا نتناول موضوع أثر قيم كربلاء على المجتمعات المعاصرة مع الإعلامية والكاتبة الأستاذة آمنة الأسدي. وفي ختام الحلقة إن شاء الله نذكركم بسؤال التفاعل لهذا اليوم والذي يقول: هل تستشعر حرارة مقتل الإمام الحسين في قلبك؟ هذه كل ما لدينا إن شاء الله يا إسراء في هذه الحلقة. إن شاء الله مشاهدينا الكرام كل هذه الفقرات وأكثر تأتيكم ضمن حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. أكيد إن شاء الله ننوه ونذكركم بسؤال التفاعل لحلقة هذا اليوم: هل تستشعر حرارة مقتل الإمام الحسين عليه السلام في قلبك؟ لا تنسوا المشاركة إن شاء الله ضمن الأرقام الهواتف التي ستظهر أسفل الشاشة وقت الفقرة. إذن مشاهدينا الكرام ونبدأ إن شاء الله بفقرات حلقة هذا اليوم، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل.
العزائي حيا على العزائي حيا على العزائي إذا لامنا من لامنا جهلا فدونك للإمام الصادق القولا فهذا موسم الأحزان قد حلا إذا هل المحرم في سماء الهم قميص السبط لاح مضمخا بالدم ملائكة السماء نشرته البصائر فيغلب الحزن على المشاعر وما بقى من الدم على القلوب خير حيا على القلوب خير حيا على العزاء حيا على العزاء حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم إن شاء الله في حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. طبعا ولأن يعني قصة عاشوراء لم تنتهي وفصولها لم تنتهي فأكيد كل يوم عاشوراء وكل أرض هي كربلاء. احنا اكيد يعني بفقره صباح كربلاء ضمن فقره حديثنا نتناول عده جوانب من قيم عاشوراء من نهضه الامام الحسين عليه السلام، عسى ان تكون لنا دروس وعبر في هذا المجتمع. اليوم راح نتناول موضوع جدا مهم وهو اثر قيم كربلاء على المجتمعات المعاصره. مثل ما نعرف احنا اليوم في حاله تطور مستمر، اليوم احنا في عالم الحداثة العولمة، فأكيد نريد أن نعزز ونريد أن تكون قيم كربلاء دائما إن شاء الله هي في متناول نهضتنا تفكيرنا إرادتنا. إن شاء الله راح نتناول هذا الموضوع وهذا الحديث مع الإعلامية والكاتبة الأستاذة آمنة الأسدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة آمنة، وحياكم الله وعظم الله لكم الأجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة للحديث. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم ويسلمكم، عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. بودنا صراحة ست آمنة أنه ننطلق بحديثنا المخصص لهذه الحلقة هي مسألة القيم العاشورائية، وكما هو معروف أنه واقعة الطف هي مدرسة. نعم. يعني بإمكان كل الفئات العمرية والمراحل الزمنية أنه يستلهمون الدروس والمواعظ. نعم. من واقعة عاشوراء. هناك قيم للسماحة، قيم للإيثار، قيم لرد الإساءة بالإحسان، قيم كثيرة، لكن يحتاج من الإنسان أنه الإرادة حتى يتمكن من ترسيد تلك القيم. لو أردنا أن نتحدث أنه عن تأثير قصة واقعة الطف وعاشوراء وقصة كربلاء على الوعي الاجتماعي اليوم للأفراد والمجتمعات المعاصرة، ما هو برأيكم؟ نعم أحسنت. بدءا الحمد لله الذي خلق ثم هدى، والصلاة والسلام على من جعله هداة لعباده، لا سيما خاتم الأنبياء وسيد الرسل والأوصياء أبا القاسم محمد صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين النجباء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى قطيع الكفين وعلى أصحاب الحسين، عظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الفاجعة التي هي حقيقة درس نبراس. لنجي نختزل أو نختصر قضية الإمام الحسين بشعار قاله الإمام الحسين: إن لم يستقم دين جدي إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. إذن دين جد الحسين اللي هو القيم كما تفضلتي، التقاليد، السلوك، الأخلاق، كل هاي ناخذها من قضية الإمام الحسين. لكن شلون نتعاطى وياها؟ هنا المسألة الأدق، شلون نتعاطى ويا هاي القضية حتى نقدر نوصل الرسالة بشكل شفاف. اليوم أنا شلون أقدر أخلي أكو فد
تلاقح فكري، تلاقح عقلي، حب، مودة، أكو فد شعور أوصل لأبعد مدى. الحسين مو حسين الشيعة فقط، أنا طبعا أستذكر هنا فد عبارات أو أبيات شعر للشاعر المسيحي بول السلامة: لا تقول الشيعة هو تعالي، إن كل منصف شيعية هو فخر تاريخ لا فخر شعب اصطفاه واتخذه وليا. إذن الحسين هو ابن علي، والحسين صاحب الرسالة جد محمد، صاحب الرسالة السماوية. هاي الرسالة اللي اجت من أجل إرساء، هاي الثورة من أجل إرساء تلك القيم والقواعد ودستور جد رسول الله. لكن احنا اليوم حقيقة ينقصنا شلون نتعاطى ويا هاي القضية حتى ننشرها، حتى نخلي أجيالنا يتمسكون بها، حتى أجيالنا يحبون علي الأكبر سلام الله عليه، حتى أجيالنا يحبون رقية، حتى أجيالنا يحبون سكينة بنت الحسين، حتى أجيالنا حتى يتعلمون هاي المبادئ. فأنا يحتاج لنا أنه نأخذ من هاي المدرسة العميقة حقيقة ونرسخها على أرض الواقع، ونعرف شلون نقدر نبوبها لعالم أكبر. لأن قضية الإمام الحسين قضية رسالية عالمية وجودية عظمى، رسالة مو بس للشيعة، مو بس حتى للإسلام، قضية إنسانية عظيمة. أحسنتم. طيب أستاذة آمنة، إذا أريد نتحدث اليوم على تعزيز الوحدة، وأريد نستلهم هذا الشيء من قيم كربلاء بين الطوائف والمجتمعات كافة خاصة في الوقت الراهن، ماذا تتحدثين بهذا الموضوع؟ أحسنتي. قضية الإمام الحسين سلام الله عليه حقيقة أو درس الإمام الحسين اللي أخذناه عبر وتخطى كل الطوائف. لأن كما قلت لكم أن الإمام الحسين لما نقول أن دين جدي، بما أنه نربط أنه محمد رسول الله، الدين إنما الدين الإسلام كله. إذن إذا دين الإسلام فرسالة الإسلام هي رسالة عالمية، بعدها انتهت كل الأديان. فإذن محمد دين عالمي بغض النظر عن كل طائفة. الحسين اليوم رجل قائد، ما من قائد إجا من أجل إرساء قواعد الإنسانية جمعاء، أخلاقها، تعاليمها، سلوكها، رسالة تربوية، رسالة سياسية، رسالة عقائدية، رسالة إنسانية عامة شاملة. فإحنا يمكن تحضرنا قضية وهب متمول مسيحي، نعم، اللي الإمام الحسين في أحد وصل أحد الأمكنة ورأى خيمة مضروبة، وراح هو جمع من الصحابة ونادى: يا أمة الله، طلعت أم وهب عليك السلام، سلمت عليه، قال: أين ولدك؟ قالت له: يذهب يجيب الماء كل يوم ويرجع مساء. نعم. كثيرة طبعا صراحة، نعم، من المواقف. يعني صراحة ست آمنة استحضرني أنه انتقال بعض من الأشخاص من معسكر عمر بن سعد لعنة الله عليه إلى معسكر، نعم، المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا دليل النصراني على شمولية واليهودي رسالة والمسيحي. الإمام الحسين عليه هذا السلام. شنو؟ ليش النصراني، نعم، يجي للإمام الحسين؟ عرف أنه الإمام الحسين هي نفس القضية، نفس المبدأ، نفس الفكر، الفكر الإنساني العام. نعم، أحسنتم. نعم. إذن أحسن. هناك قيم كثيرة يعني، نعم، شئنا أم أبينا في مدرسة عاشوراء، وتحدثتم طبعا مشكورين في بداية حديثكم أنه لكن يحتاج منا الإرادة، يعني كالوعاء ما مدى استيعابه طبعا لهذه القيم حتى يتمكن من تجسيدها اليوم على أرض الواقع. ست آمنة، اليوم لو أردنا أن نتحدث عن مسألة نقل هذه القيم إلى الأبناء، يعني صراحة بعض من الأشخاص يتعلم قضية عاشوراء ليس لأجل أنه ثقافته الذاتية أو أنه عقيدته الذاتية، بل لنقلها يعني للطرف الآخر، وهذا أنه فاقد الشيء لا يعطيه لا يتمكن. إن كان طبعا الأب هو صاحب عقيدة وصاحب مبدأ يتمكن وبكل جدار طبعا من نقل هذه القيم إلى أبناء، ما هو تعليقكم على ذلك؟ أنا هنا أسألك سؤال، وهذه حقيقة أنا لاحظتها على أرض الواقع، وهذا تساؤل يمكن كل إحنا نسأله ويحز بنفسنا أنه نرى هكذا ظاهرة. إنه طبعا أحد مفردات الإمام الحسين هو حجاب المرأة وعفتها، لأن هذا منصوص بالقرآن وإلى فد حكمة إلهية صحية نفسية أخلاقية اجتماعية. الله لما فرض الحجاب ما فرض بشكل عبثي. أكيد. الظاهرة اللي دشوا فيها، هذا اللي يرتبط بسؤال حضرتك، شلون ننقل أبنائنا إحنا حتى نشربهم حب، يعني نزقهم حب الحسين. إذا زقناهم حب الحسين، عرفنا كل ما تعرف الحسين أكثر، كل ما تفهم أكثر، كل ما تحبه أكثر، كل ما تتعلم منه أكثر، كل ما يكون هو القدوة مالتك. إحنا أضعنا القدوة. فهنا تلاحظين إنه أغلب الأمهات اليوم لابسة هاي العباية
واحنا نعرف شنو ابعاد كل احنا نعرف انه الحجاب شرط انه يكون فضفاض عريض يصير مفاتن البدن، لكن نشوفها هي لابسه العبايه وبناتها لابسه الجبه الضيقه وحتى ملابسه. اذا هذه الام إيصال. هذه الام ما قدرت توصل رسالتها، ما قدرت توصل شنو معنى العباءه، العمق التربوي، العمق الاخلاقي، العمق الصحي وحتى النفسي وحتى الصحي على بالمجتمع. شو وقت ما اقدر اوصل لبنتي هالبعد الاخلاقي الديني التربوي برساله الامام الحسين في هاي العبايه راح تحبها اكثر. لكن اذا هي كانت العلاقه اني بنتي خليت علاقتها قشريه، والله اجت لبست العباءه هسه اجى في الزمن اذبها، صارت فرض عليها، صارت احسنتم. وهذا لاحظنا اغلب بناتنا او نسائنا خلينا نقول بالمطار تنزع العباءه، اذا ماكو ارتباط، مجرد خوف. طيب استاذه امنه، انت في مجال عملكم وتخصصكم كاعلاميه وككاتبه اليوم، هل هناك يعني برايكم تحديات لنشر قيم ومبادئ كربلاء على المجتمعات المعاصرة؟ وإذا كانت هناك تحديات برأيك ما هي الحلول لهذا الشيء؟ نعم ستنا الفاضلة، إذا نحكي عن التحديات حقيقة يمكن أكثر التحديات حاليا والصعبة والمخيفة نقول على مجتمعنا هي اللي هسه تعمل عليها الجهات اللي مغرضة في سبيل تسويف القضية الحسينية، لما في القضية الحسينية من بعدهم يعرفوا أثر سياسي أثر أخلاقي. شوفوا احنا المجتمع العراقي حقيقة رادوا يذوبونه، بش يذوبوا حرب وحرب عسكرية ما قدروا، ما دام اكو عقيدة ما حد يقدر عليها، حرب وحرب اقتصادية ما قدروا، لكن اخيرا حرب وحرب فكرية، لكن الحرب الفكرية نفذت بالمجتمع العراقي واخذت هدمت كثير من لن نكون يعني نحكي الحقيقة، هدمت كثير من مبادئنا، اخذت هواية من قيمنا، اخذت هواية من العادات الحلوة الرصينة اللي كنا ماخذيها من الامام الحسين صراحة. فاحنا اليوم اذا مثل ما تفضلتي نتمنى انه تكون اكو فد وقفه كلش كبيره للاعلام، احنا اليوم عندنا اعلام معادي شرس مسموم قدر، وقدر انه حقيقه ياخذ جزء كبير من اجيالنا، شوفيهم بدوي يوصلوهم الفكره بانه التمدن بالخلاع، التمدن بالابتعاد. أحسنتم، هاي مسألة التصحيح طبعا ست آمنة، أكيد توافقون بالرأي أنه المسؤولية تلقى اليوم على عاتق المنبر الحسيني، على عاتق الإعلام، وأخص بالذكر الإعلام الحسيني الأصيل، لأن الكلمة أولاها الشارع المقدس طبعا ولاية خاصة، لأن لها تأثيرها قد يكون السلبي والإيجابي. كل الشكر والامتنان على حضوركم وجزيتم خيرا إن شاء الله. الله يسلمك، حياكم الله، الله يبارك بكم. الأستاذة والإعلامية والكاتبة ست آمنة الأسدي، شكرا جزيلا لما تفضلتم به، الله إن شاء الله يعظم أجركم ويحسن لكم العزاء، ولكم عظيم الأجر وكل التوفيق إن شاء الله في مساركم الإعلامي. الله يبارك فيكم. إذن مشاهدين الكرام، بعد هذا الحوار الطيب مع الأستاذة آمنة الأسدي متواصلين بفقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الأكارم، وعدنا وإياكم والعودة أحمد لتكملة طبعا إن شاء الله فقرات حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح كربلاء. صراحة القلوب تتوق شيئا فشيئا ونحن نقترب
يعني يوم عن يوم إن شاء الله من زيارة الأربعين والمسيرة الخالدة المباركة لمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مشاهدين الكرام، شهري محرم وصفر طبعا فيه الكثير من المناسبات والأحداث التاريخية التي حدثت في هذين الشهرين. طبعا هناك حدث يعني حدث في مثل هذا اليوم، ومن قبل ومن ضمن طبعا أنه ذاكرة الأيام وفاة شيخ جليل وعالم طبعا بالطائفة الشيعية، ألا وهو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي. وكثير صراحة من المجلدات والمؤلفات التي ذكرت فيه أحاديث وروايات عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. مشاهدينا، سمي ولقب بالطوسي نسبة إلى طوس، وهي من بلاد أقليم خراسان، وهي اليوم حاضرة ودار العلم والثقافة، وفيها مثوى مولانا الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. يعد الشيخ من أبرز أعلام الشيعة منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا، فقد كان علم الطائفة وشيخها المقدم وإمامها الأسبق في ميدان العلم والثقافة والمعارف الإسلامية، وكان القدوة العليا لطلاب العلوم والكتاب والمصنفين في شؤون الفكر والمعارف الإسلامية في أبوابها المختلفة من فقه وتفسير وأصول وعقيدة ورجال الحديث. وقد لقب بشيخ الطائفة حتى صار هذا اللقب علما أنه اختص به، فهو الزعيم الأول، وهو يعتبر أيضا من علماء الطائفة الإمامية. بعد استقرار الشيخ في النجف الأشرف، بدأ في تأسيس حلقات الدرس والكتابة والتصنيف، وفيها خرجت أمهات كتبه ومصنفاته التي أغنت وأثرت مكتبة الإسلام ورفدت الطائفة بفيض علومه. طبعا مشاهدينا، من أبرز الأمور التي اختص بها شيخ الطائفة الطوسي رحمة الله تعالى عليه في الفقه، مثل فقه الإمامية والنهاية في مجرد الفقه والفتاوى والخلاف والمبسوط في فقه الإمامية. طبعا كثير من المجلدات وطلاب العلم والحوزات العلمية هم أعرف طبعا بمؤلفات الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا مستمرين بفقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. طبعا جهود مباركة وأعمال مستنفرة، وإن شاء الله كل هذا لأجل يعني خدمة نقدمها لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مثل ما شاهدنا اليوم في البث المباشر انطلاق مسيرة العشق الحسيني من البحر إلى النهر، من أقصى جنوب العراق من رأس البيشة وصولا إلى كربلاء المقدسة. وإن شاء الله نحن يوما على يوم نقترب من مسيرة العشق الحسيني. طبعا كل هذه الأمور وكل هذه التفاصيل يعني أثناء حديثي أتمنى من أستاذ حسام أن يعرض بعض المقتطفات من مهرجان رأس البيشة اللي اليوم انطلق بنسخته 12. إذن مشاهدين الكرام، يعني مثل ما قلنا اليوم احنا مستعدين، اليوم احنا دا نرحب بزوار أبي عبد الله الحسين. يجب أن يكون هذا الترحيب على قدر مستواهم، زائر أبي عبد الله الحسين له مكانة خاصة في قلوبنا، وأكيد اليوم يعني بداية حقيقة نقدم كل التحايا من خلال منبر مجموعة قنوات كربلاء الفضائية إلى كل أبطالنا اللي اليوم انطلقوا من يوم أمس، انطلقوا إلى رأس البيشة لأجل مواكبة هذه التطورات، لأجل مواكبة هذه الأحداث. جهود مباركة لكل المصورين، المونتاج، المراسلين إن شاء الله، والله يبارك بيهم. وأكيد راح تكون هناك تغطيات خاصة إن شاء الله يوما على يوم ننقلها لكم من خلال مسيرة العشق الحسيني. نرجع إلى موضوعنا اليوم، احنا مستعدين لاستقبال زوار أبي عبد الله الحسين. أكيد هناك جهود وأيادي خفية لهذا الشيء. إذن اليوم في خبر الصباح راح نتناول في موضوع جدا جميل يخص حقيقة مسيرة العشق الحسيني، وهو تأهيل طريق كربلاء المسيب الإسكندرية.
طبعا اليوم بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة اللي تعاونت مع بلدية المسيب والإسكندرية، باشرت بأعمال تأهيل طريق كربلاء المقدسة المسيب الإسكندرية بطول 20 كيلو متر. طبعا هذا الشيء إن شاء الله إيذانا واستقبالا لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مثل ما نوهنا يجب أن يكون الاستقبال حافل بزائر أبي عبد الله الحسين. طبعا إن شاء الله الأعمال مستمرة إلى فلكة الدلة بالإسكندرية بطول 20 كيلومتر. طبعا للسايدين هذه تشمل أعمال التنظيف وأعمال التبليط وأعمال التأثيث للشارع استعدادا لزيارة العشق الحسيني ومسيرة الأربعين وصولا إلى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أحسنت. طبعا هذه الجهود مباركة إن شاء الله. إحنا مثل ما نوهنا إن شاء الله يوميا راح نتناول موضوع خاص لأجل يعني ننطي فد منزل إلى هؤلاء الأبطال اللي دي يشتغلون حقيقة ليل ونهار ومع ارتفاع درجات الحرارة لأجل أن يكون الاستقبال يليق بزائر. إن شاء الله الحدث يستاهل إسراء صراحة، أنه لم تلقى المسؤولية فقط على الحكومة المحلية بل يحتاج لها إلى جهود دولة كاملة. زيارة الأربعين ليس بالشيء الشيء الهين، يمكن سابقا كانت هي محلية، اليوم أصبحت دولية وعالمية. عالمية. حدث عالمي تستقبل محافظة كربلاء في هذه الأيام طبعا والأيام القابلة، كثير من اللغات والجنسيات والألوان والأشخاص وملايين أنه من الزائرين، فهذا الكم الهائل من الأشخاص يحتاجون أكيد إلى بنى تحتية، يحتاجون إلى رعاية خاصة، إلى خدمات معينة. فأعتقد لو طوال العام يعملون طبعا أنه الجهات المعنية على إدامة الطرقات، أيضا تحسين الخطوط الكهربائية وغيرها، فيحتاجون أكثر وأكثر إن شاء الله، لأن أكيد زوار المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام هم الذين دعا لهم مولانا الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه حينما قال اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. فهذه الشأنية للزائر الإمام الحسين عليه السلام يعطي الدافع والحافز إلى كل إنسان. مشاهدينا الأكارم، تخطر في بالي صراحة هناك حديث عن إمام معصوم يقول شيعتنا كونوا زينا لنا. هذه المسألة تحملنا مسؤولية أنه من خلال أخلاقنا، من خلال تعاملاتنا، من خلال سلوكنا نعكس اعتقادنا ونعكس أنه مبادئنا اللي نعتقد بها. فإنه حينما نلبي الإمام الحسين عليه السلام وحينما نقيم الشعائر الحسينية وحينما ننخرط في ممارسة الشعائر الحسينية، هناك نقطة جدا دقيقة علينا أنه نخليها ببالنا، هي هل تمكنت من أصل إلى مرحلة الخادم الحسيني الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى أم لا؟ في هذه الفقرة إن شاء الله، فقرة كن حسينيا، نتوقف على رسالة مهمة جدا، أنه تسليط الضوء على الجانب العاطفي والجانب التربوي في القضية الحسينية، ليس فقط أنه وإن كان جوهر القضية الحسينية في مسألة ممارسة الشعائر الحسينية كاللطم والعزاء وأيضا رقدة طويريج وغيرها طبعا من الزيارات المليونية، وإحنا إن شاء الله مقبلين على زيارة الأربعين، لكن هناك جوهر خاص لزيارة للنهضة الحسينية، أنه نتمثل بما أراده المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهو الهدف الأساس من النهضة الإصلاحية الذي طبعا أرادها الإمام الحسين عليه السلام. ما خرجت لطلب لما خرجت أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. مسألة الإصلاح الجانب الأخلاقي، الجانب العقائدي، السياسي، الاجتماعي وغيرها. إذن خلونا إن شاء الله ندقق أكثر على الجانب الأخلاقي. مشاهدينا راح نتوقف إن شاء الله في هذه الفقرة، ورسالة أنه لكم أكيد وإلى كل إنسان يحمل وسام خدمة الإمام الحسين عليه السلام، نقول له كن حسيني بأخلاقك، كن حسيني وابتعد عن الغيبة والنميمة. كل إحنا نعرف طبعا يا إسراء الجانب النفسي والجانب الديني يحذر من مسألة الغيبة. أحسنتي. إضافة إلى حتى الجانب الاجتماعي. أحسنتي. شوف قطع الأواصر، العلاقات والبهتان، صح،
وأشخاص صار لهم سنواتهم أصدقاء أو أخوان بسبب أنه نميمة واحدة أو غيبة تفرقت هذه العلاقات وانقطعت تماما. احنا خلينا نعرج بداية عن هي ما هي الغيبة. أكيد الغيبة هي اليوم ذكر شخص غائب بما يكرهه، سواء كان ذلك بعيب أو نقص. أما النميمة يكون نقل الكلام يعني بين الناس بهدف الإفساد وبهدف يعني الإساءة، بالتالي راح يكون هناك يعني قطع، حتى قطع في الأرحام بسبب النميمة. إذن اليوم إذا أريد نبين ونعرج على أهمية حفظ اللسان، يعني أنا برأيي هو تحقيق السلام الداخلي. لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. اليوم إذا أريد إحنا الطرف المقابل يحترمنا، يجب أن نحفظ لساننا، يجب أن نتأدب ونتكلم بما يليق. لكن إذا أنا اليوم تهجمت على شخص معين حتى وإن كان طفل، أكيد راح يبادر بالإساءة إلي. فيجب أن يكون هناك حفظ لللسان. هاي إذا أردنا السلام الداخلي لأنفسنا. يعني شوفي هو شو راح يحقق اليوم. إحنا إذا حفظنا لساننا عن الغيبة وعن النميمة وعن ذكر الألفاظ المسيئة للطرف المقابل، يعني إحنا مو بس راح نحصل الأجر والثواب، إحنا راح نعيش في حالة من السلام والاستقرار الداخلي. أحسنتي. وهذه المسألة أنه الصدق من آثارها الإيجابي أنه الإنسان يعيش في السلام الداخلي. إسراء، يعني صراحة ملخص الحديث إذا توافقين بالرأي، أنه التقييم الذاتي اليوم لكل واحد من عدة هو اللي يلعب دور كبير جدا في تقييم شخصياتنا. يعني أنه من أكون أنا أقدم الخدمة ويعني أرفع المظلومية عن المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لكن يعني بالتالي هذا الأمر إلى مردودات على شخصيتي، على فكري. فمن الغير لائق تماما أنه أنا أتصرف بتصرف هو يعني خلاف الأمر اللي دا أعمله. يعني مشاهدينا صراحة يوم كل منا يبادر ويسعى ومناه أن يصل إلى مرحلة الخادم الحسيني والشخص المحب لأهل البيت عليهم السلام يعلم ماذا نقول، لكن من توصل المرحلة أنه أنا تصرف يكون شكل ومعتقد يكون شكل، هنا أنا مشكلة. وهذه أيام الحسين عليه السلام هي فرصة بأن نعود ونرجع إلى الله تبارك وتعالى. مشاهدين اللي تتمت إن شاء الله فقرات حلقتنا لهذا اليوم، دعونا نذهب مع الزملاء في استوديو الأخبار وبالتحديد مع زميلنا عباس الأنصاري، مثل ما نعود. السلام عليكم وجزء الأخبار. الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وبحضور أمينها العام الحاج حسن رشيد العبايتي تعقد مؤتمر الشعائر والمواكب الحسينية الخاص بزيارة الأربعينية. المؤتمر شهد مشاركة شخصيات رسمية ودينية وممثلي المواكب الحسينية للوقوف على آلية سير عمل المواكب الحسينية المشاركة في تقديم الخدمات للزائرين المتوجهين من مختلف المحافظات إلى كربلاء المقدسة لأداء الزيارة الأربعينية. مستشفيات العتبة الحسينية المقدسة تسجل توافدا واسعا للمرضى من مختلف المحافظات للاستفادة من مبادرة عطاء الإمام الحسين عليه السلام الطبية المجانية الثانية. وقال رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة الدكتور حيدر العابدي إن أي خدمة ستقدم ويحتاجها المريض ستكون على نفقة العتبة المقدسة وعلى المرضى ممن يحتاجون إلى الخدمات الطبية التوجه للمستشفيات لتلقي الخدمة التي يحتاجونها دون دفع أي أجور. جمعية كشافة الكفيل التابعة للعتبة العباسية المقدسة تنظم مسيرتها العاشورائية السنوية الثامنة ضمن فعاليات التطوير الحسيني الشامل. المسيرة التي شهدت مشاركة واسعة للشباب والأطفال تضمنت فعاليات هدفت إلى تجسيد واقعة الطفو في نفوس الفتية والشباب والعمل على بناء جيل يسير على خطى أهل البيت عليهم السلام ومنهجه. الطواقم الهندسية والفنية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تواصل أعمالها بتأهيل الطريق الرابط بين كربلاء المقدسة وبغداد استعدادا لزيارة الأربعين. المشروع أنجزت فيه عملية التنظيف والتجريف تمهيدا لعملية الإكساء. محافظة واسطة تعلن عن استعدادها لاستقبال زائري الأربعينية
متوقعة دخول 3 ملايين زائر أجنبي عبر منفذ زر باطية. أكد محافظ وسط محمد المياحي إعداد خطة أمنية وخدمية واسعة حيث وفرت المتطلبات اللوجستية لنقل الزائرين وحماية الطرق وتأمينها بنقاط مشتركة من المرور والصحة والأجهزة الأمنية لتنظيم حركة السير، مشيرا إلى وجود 3000 موكب حسيني لخدمة الزائرين على طول الطريق المؤدي إلى كربلاء المقدسة. مشاهدينا، كان هذا موجز الأخبار، في أمان الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونشكر الزميل عباس الأنصاري على ما تفضل به من موجز الأخبار. عودة مرة أخرى إلى فقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. قضية الإمام الحسين عليه السلام أصبحت قضية عالمية، يعني مو فقط اليوم هي قضية اجتماعية، مو فقط هي قضية ثقافية، مو فقط قضية دينية، بل أصبحت حتى قضية فنية. تغنوا بقضية الإمام الحسين الشعراء، الأدباء، الكتاب وحتى الرسامين وحتى المبدعين، خطت أناملهم بحب الإمام الحسين عليه السلام من خلال تجسيد هذا الحب على لوحات من خلال الفن التشكيلي. اليوم ويانا بالاستوديو واحدة من اللواتي تأثرنا بقضية الإمام الحسين عليه السلام، جسدت هذا الحب من خلال القلم ومن خلال الورقة، جسدت هذا الإبداع وتغنت بحب مولانا الإمام الحسين وبقضية الإمام الحسين، فأصبحت لوحات جميلة ولوحات يشيد لها القاصي والداني. معنا اليوم في الاستوديو المبدعة والمتألقة الفنانة التشكيلية آيات الأسدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. حياكم الله. قبل ما تتحدث نهاوند وعذرا للمقاطعة، أنا من أشوف هيك شابات يعني مسارهم مسار حسيني مسار زينبي، حقيقة كلش أفرح بأن عندنا هذا الكم الهائل. صح. من شبابنا وشاباتنا اليوم اللي اتخذوا منهج الإمام الحسين وجسدوه على أرض الواقع. أحسنت إسراء، طبعا أنا ذكرت وسألت إسراء آيات عفوا قبل أنه ندخل للاستوديو، تقريبا صاركم 15 سنة يا آيات بالرسم. نعم. زين آيات، كل إحنا نعرف قضية الإمام الحسين عليه السلام لم تتوقف على الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية وغيرها، بل حتى باتت أنه هناك معارض فنية حتى بزيارات الأربعين تقام للتصوير الفوتوغرافي أو حتى أنه المسألة الرسم. الصورة بحد ذاتها أو اللوحة الفنية هي تعتبر أنه رسالة صامتة، فلا بد أنه تكون هناك فنيات باحترافية للفنان التشكيلي حتى يقدر يوصل رسالته وهدفه من هذه اللوحة. فكيف تقدح ببالكم أنه الفكرة حتى من أنه تبدأون برسم هذه اللوحة؟ أكيد، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء أنه قضية الإمام الحسين هي مثل ما تفضلتوا قضية عالمية، أنه الإنسان لازم أنه يتناولها بحياته اليومية أو بأبسط الأشياء. ثاني شيء انه احنا لازم انه دائما نكون مستعدين لشهر محرم الحرام، فكيف انه يكون استعدادنا لهذا الشهر الفضيل؟ انه حسب المواهب، حسب الخبرات اللي يمتلكها الفرد او الانسان. ابسط شيء ممكن انه تكون على شكل رسم او على شكل شعر، او حتى ممكن انه فد فعاليات بسيطه انه ممكن انه نطرحها للعالم او للواقع، حتى انه احنا نوصل هاي الرساله، نوصل هذا الموضوع. عندنا هدف، عندنا مبادئ، عندنا رساله، وايضا هي بدايه الانطلاق دائما تكون يعني بدايه انطلاق المسيره الحسينيه هي من ليله العاشر. فهذه اللوحه اللي مجهزتها حاليا هي تعتبر موضوعها ليلة الوداع اللي هي في ليلة العاشر. هنا بدأت يعني أو طرح الإمام الحسين للسيدة زينب هي مبادئ، المبادئ اللي ممكن أو القضية اللي هي لازم تتخذها، ومن هنا بدأت المسيرة هي أيضا، وبداية الانطلاق لهم.
نعم احسنتم. احنا نلاحظ الان بعض من اللوحات اللي ما استطعنا ان نجيبها للاستوديو، الاستاذ المخرج ان شاء الله يطلع لنا اياها على الاستوديو، بالاضافه الى اللوحه اللي تحدثتي عنها هي يعني سميتيها انت لوحه الوداع. اي نعم. هاي هالسنه رسمتيها ايات؟ اي نعم، هذه رسمتها كملتها 4 محرم. حلو. مده الرسم بها طوالة اسبوع كامل. فاني حبيت انه اوثق هذا المشهد، هذا المشهد هو اني اعتبرته من هنا هي بدايه المسيره. من شنو استعملتي؟ الوان اكريليك. اكريليك، الوان الاكريليك على فريم. نعم. اي نعم. وعندك لوحات مثل ما نوهتي انه اليوم العتبه الحسينيه؟ اي نعم، هواي عندي مشاركات دائما في مهرجانات العتبات. نعم. اخر مهرجان شاركت فيه هو مهرجان غدي الخم الدولي. وايضا مهرجاني في ربيع الشهاده بنسخته ال 16 ايضا شاركت فيه. وهواي عندي مهرجانات. شنو تضيف لك هذه المشاركات فيها مثل هكذا مهرجانات؟ اكيد انه يعني الانسان لازم انه يبادر، يوصل رسالته، يترك بصمته، يثبت وجوده، وانه هو شنو عنده من موهبه، شنو عنده من ايثار، من ابداع، من لازم انه يتركها وينثرها للعالم. فهذه هواي تضيف عندنا لمسات ودافع اصلا. وتناقع الافكار يعني قد يكونوا معرفه بالضبط. الاشخاص قد يكون موجودين في الملتقيات او يعني المعارض. أكيد قد أكيد. انه هو يضيف لنا شيء. ايات كل احنا نعرف انه طريق الامام الحسين عليه السلام أكثر شيء بيهم الشباب، طاقات، إمكانيات، ما شاء الله نفتخر بها كذا طاقات عندنا. شنو تحبين نقولين للشابات أنه اللي عندهم طاقات معينة وإمكانيات يوظفوها في طريق الإمام الحسين عليه السلام أو خدمة القضية الحسينية بصورة عامة؟ خدمة القضية الحسينية هي من أفضل يعني القضايا اللي ممكن الإنسان أنه يرثي فيها، ومستقبلها أيضا واسع، ومداها وصدى واسع أيضا، موجودة في كل العالم. من ابسط الاشياء انه او ابسط الطرق اللي يتخذها الفنان انه هو المسير في منهج الحسين عليه السلام وآل بيته واصحابه. فيعني انه اتمنى انه من كل موهبه او من كل طاقه شابه سواء ذكر او انثى انه يمشون في مسيره الامام الحسين. احسنتم. طيب برايك، عفوا على مقاطعتك اسراء، يعني هنا الفنان التشكيل الخاص طبعا اللي يجسد فد لوحات معينه، فد موقف من مواقف الامام الحسين عليه السلام، او اكو فد فكره بباله يحب انه يوضحها بهذه اللوحه، شنو يحتاج ذاتيا حتى يقدر انه يوصل رسالته من خلال هذه اللوحه؟ أول شيء الاستعداد. الاستعداد كيف يكون؟ عن طريق القراءة أو مثلاً أو الاطلاع. إحنا أبسط شيء ممكن إنه فد حديث نحوله إلى صورة، أو فد رثاء أو فد فقرات إنه إحنا نحولها إلى صور. أكثر شيء الرسم، يعني حقيقة يعني تعبير الخاص إنه الأطفال أو في هذه المرحلة الصبا أيضاً إنه توصل للرسالة بصورة أوضح من يشاهدها بالعين، مو بس فقط كلام. أي فإحنا لازم إنه نستغل هذا المجال أيضاً، إنه بنفس الوقت إنه إحنا نطلع الإبداع اللي بداخلنا ونرثيه على شكل لوحات، وبنفس الوقت إنه الأطفال أو بعض المشاهدين أنه يستفادون وتوصل لهم الصورة والفكرة عن طريق الرسم والصورة. أحسنتم. طيب آيات، إذا أريد أتحدث وياك، هل اليوم طموحك يكون عالمي؟ إحنا نشاهد من خلال لوحات لفنانين يعني عالميين حقيقة، لوحاتهم يعني أخذت مدى واسع، تغنوا بقضية الإمام الحسين عليه السلام، جسدوها من خلال لوحاتهم. يعني أكيد الأستاذ المخرج إن شاء الله محضر لنا بعض اللوحات العالمية اللي تعود إلى فنانين يعني مشهورين، لكن جسدوا حبهم وولائهم لأهل البيت من خلال لوحاتهم. طموحك اليوم أن يكون عالمي، وهل تأثرتي بفنان عالمي؟ يعني مثل ما تلاحظين إن شاء الله إحنا نلاحظ اللوحات اللي عرضنا إياها أستاذ حسام مشكور، هذه لوحات تعود إلى فنان إيراني. نعم. عالمي مشهور في مسيرته في القضايا الحسينية. أحسنت. أيضا طبعا نهج الإمام الحسين أنا طلعت قبل شوية أنه هو منهج عالمي، وقضايا حسينية لازم أنه تتواجد وننقل الصورة لبلدان أبعد أيضا. فهذه لوحات محلية، أنا اللي حاليا فنانة محلية بسيطة أنه أخدم الإمام بأبسط صورة. بالضبط. وأيضا أكو فنانين عالميين مثل ما طرحت. وأكيد الفنان العالمي اليوم بدأ بشيء بسيط وأصبح فنان. أكيد. فإن شاء الله إحنا نتمنى لك أيضا المستقبل. الله يسلمك، شكرا جزيلا.
حدثينا عن اللوحة اللي خلفك. هذه اللوحة يعني جميلة جدا. هذه ماذا تعبر؟ لوحة في مشاركتي. أتمنى من أستاذ مصطفى غدير يعرض هذه اللوحة يعني أثناء حديثك. أي نعم. مشاركتي في معرض غدير خم الدولي. هذه إحدى لوحاتي، هي لوحة للإمام علي عليه السلام. تعبر عن ولايتي للإمام علي عليه السلام. أيضا استخدمت تقنية العجائن فيها. إذا لاحظ أنه الزغارف اللي موجودة هذه عجائن، هذه العجائن طبعا أنا صنعتها. حلو. من مواد بسيطة ممكن أنه نكونها. متكونة أيضا هي من زغارف إسلامية. لأنه أصلا هو الموضوع إسلامي. وأيضا الثبات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. فهذه اللوحة تعبر عن ذلك. وأيضا أنا رثيت بفت كلام بسيط أيضا كاتبته، نادى عليا مظهر العجائب تجدها عونا لك في النواب. حبيت أنه أدخلها. نعرف عاشت إيدش، يعني مرات أنه الشاعر مثل ما نقول يخرج عن النص حتى أنه يؤثر بالمقابل. هل هذا الأمر متاح أو الفرصة متاحة للفنان التشكيلي يكون هناك قد يعني خارج الهندسة الفنية إن صح التعبير حتى يقدر أنه يأثر، أو قد يكون الشيء ملفت نوعا ما؟ بالضبط. احنا اكو فد قواعد او اساسيات احنا لازم انه موجوده. اولا انه لازم انه احنا ما نخرج عن طريق المعنى او للحديث مثلا او للصوره الشعريه انه احنا ما نحرف بيها، بس ممكن انه نستخدم اساليب، نستخدم طرق للتعبير. من عندها عندنا الفن التشكيلي يكون عنده انواع، مثلا الرسم، ممكن الرسم بالالوان الزيتيه او الاكريليك فيكون مجرد صوره تجريديه حيه، او الرسم التشكيلي او الرسم الفن كولاج ممكن ندخل به عجائن، ندخل به ورق او مواد خامات اخرى ايضا، بس يبقى التعبير الاصلي انه هو ثابت للحديث او للفكره اللي مطروحه. طبعا هذا الحديث ولو كان متاخر عني كان يعجبني يعني اسالك يا بدايه الحوار معك. ايات سنتي يعني الدرسين خلصتي دراسه، منو اللي كان بدعم وسقل موهبتك؟ أنا حالياً متخرجة كلية فنون جميلة تخصص تصميم داخلي. بداية مشواري كان من مرحلة المتوسطة والإعدادية، يعني مرحلة الدراسة. أحد طبعاً من داعمين الأولى اللي هو عائلتي وبالأخص أمي. دائماً كانت تخليني أشارك يعني بأبسط مهرجانات في سبيل أنه يبقى اسمي موجود أو معروف، ودائماً تشجعني على المشاركات اللي بالعتبة كلش هواية تشجعني. ثاني داعم إلي ما أنسى فضله أبداً إني هو أساتذتي بالمدارس، ايضا مدرسات التربيه الفنيه تحياتي انهم، انه دائما كانوا ياخذون لوحاتي ويشاركون فيها، فمن هنا خلوني انه امدي بالمسير ايضا. جميل جدا. ايات اكو فد خارطه طريق امامك، يعني رسمت فد اهداف معينه او الطموحات تسعين جاهده انه تحققيها؟ ان شاء الله اكيد. كل فنان من ينجح بمسيرته انه يكون طموح اكثر واكثر. صح. كل ما يشارك فد مهرجان ياخذ فد صدى، يعني يطلع فد مركز اول. مو بس الفنان اليوم، كل المجالات. كل المجالات. صح. انه من يخطو اول خطوه ينجح بها يسعى انه يكون يخطو الخطوه اللي وراها، وهكذا ان شاء الله القادم افضل باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق. يعني احنا اليوم نتمنى ان شاء الله وندعي لك يا ايات ان يكون اسمك اسم عالمي. حقيقه احنا نفتخر بهكذا مواهب، نفتخر بهكذا شابات يعني اليوم يكون طموحهم طموح إن شاء الله مو فقط محلي، طموح عالمي. وأكيد يعني اليوم أنا أوجه حقيقة شكر لأهلك، وشكر إلى مثل ما نوهتي إلى المعلمات الفنية. اليوم مهم جدا المؤسسات التربوية أن تحتضن المواهب للأطفال، يعني من بداية مشوارهم في الابتدائية المتوسطة الإعدادية، أي موهبة يعني مو فقط على مجال الرسم، الشعر، إلقاء الخطابة، التأليف، يعني أكيد هناك من يدعم. ونشاهد إن شاء الله من خلال هذه الصور المعروضة على التلفاز يعني حقيقة يعني أنا أعتبرها فت قصة جميلة جدا، يعني قصة الأربعين نستلهم منها كثير من الدروس والعبر أثناء مسيرنا. نشاهد فتحالات إيجابية، يعني فتحالات إنسانية، فتحالات اليوم احنا نشير إلها بالبنان. يعني حقيقة يعني احترامي وتقديري لكل دول العالم، لكن ماكو أعتقد دولة بالعالم تشاهد وتلاحظ ما يفعله العراقيون من تقديم الخدمات لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
يعني مو فقط لسان يعني عن لساني، مو فقط عن لسان محبين أهل البيت اللي ديتون إلى مدينة كربلاء المقدسة من مختلف الجنسيات. إحنا نشاهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يقولون كرم العراقيين ما إلى مثيل، يعني حتى تقديم الطعام تقديم الشراب يكون بما يعني يتمناه القلب وبما يتمناه تتمناه العين بأفضل صورة، ويتفاخرون بهذا الشيء خدمة لأبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت دا تلاحظين نهاوند هذا العشق لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أكيد إسراء، إحنا يمكن في فقرة حديثنا طرقنا على مسألة أنه القيم في عاشوراء. صراحة نقول زوار الإمام الحسين عليه السلام وخدمة الإمام الحسين بذاتهم دا يصنعون فد قيم معينة اللي هي يعني خلينا نقول أنه قريبة جدا أو تجسد تلك القيم التي جاء بها المولى أبي عبد الله الحسين. مسألة الكرم الحسيني، يعني مسألة الكرم الحسيني هي صورة مصغرة للموقف الذي يعني أنه حينما رشف الإمام الحسين عليه السلام خيول القوم، حينما طبعا أنه يعني يشهد التاريخ هذا الموقف، نجد اليوم طبعا الخادم للإمام الحسين عليه السلام أو بعض من البيوتات اللي تفتح أبوابها بصورة مجانية، وأعتقد هذه الصورة ما موجودة بالعالم أجمع. لكن الدافع كل إحنا نعرفه أنه حب المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونيل الأجر والثواب هو اللي يدفع الشخص. إسراء، مر العراق بمراحل أمنية صعبة جدا، وليس بالهين أنه الإنسان يدخل إلى بيته أي كان، لكن حينما يحمل ذاك الإنسان هوية الإمام الحسين يكون استقرار قلبي أو اطمئنان لهذا الإنسان. فكل ما يقدم إن شاء الله في قضية المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام مشاهدين إلها مردودات الإيجابية بداية على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدين نتوقف إن شاء الله في هذا الفاصل التوعوي ثم نعود وإياكم. اسمك إذا قلت النفس يتوضع، مش كبرى حظي لو علي ترضى علي ترضى. شوفوا أحبابي، سيد الشهداء يوم العاشر من المحرم يعلمنا درس جدا مهم. شنو هذا الدرس؟ المحافظة على الصلاة، ومو بس فقط المحافظة على الصلاة، كل الصلاة في وقتها. يعني رغم كل ظروف المعركة شوف سيد الشهداء أدى الصلاة، أقام الصلاة وأداها وصلاها وأقامها في وقتها. يعني هسه احنا مثلا هسه احنا عندنا هذا الموكب وعندنا طبق، إذا هذا وقت الطبق مثلا توزيع الطعام يصير ويا وقت الصلاة ويا دخول الصلاة، فهنا الأولى شنو؟ نقدم الصلاة، الأولى نقدم الصلاة. إذا رايحين مشي إحنا إلى زيارة سيد الشهداء ودخل وقت الصلاة نتوقف عن المشي ونعد الصلاة، لأن الصلاة أولى، تقديم الصلاة أولى من بقية الأمور. من نطلع موكب عزاء أيضا وصار وقت هوية وقت الصلاة، فالأولى هنا شنو؟ أحسنتم، نقدم وقت الصلاة. على مود أكل البعض شو يقولون؟ يقولون دول الشيعة مهتمين بيمن، مهتمين بالمستحبات وعارفين الواجبات، فإحنا نوجه رسالة إلى هؤلاء نقولهم إحنا مثل ما ملتزمين بالمستحبات ملتزمين بالواجبات أيضا. مي مهمة بس افتح لي الطريق، هلا عبر بس افتح لي اخويا مسدود الطريق، افتر من ذاك الشارع مفتوح. شنو هي بكيفك شارعك؟ لا بكيفي ولا شارعي، بس دا نوزع وسادين الطريق على مود الزوار. شنو اللي شغل بالتوزيع انا؟ هيا منا خطوتي بس عبر افتح الطريق. اخويا دا اقول لك هذا الشارع مفتوح، دفتر بي وروح. يا اخي ما افتح، افتح الطريق افتح الطريق افتح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا سيدنا، شلون صحة؟ ويصلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوان اليوم اللي يجمعنا بهذا المكان شنو؟ سيد الشهداء صحيح، وحب سيد الشهداء وخدمة سيد الشهداء. أسأل سؤال آخر، أقول اللي يفرح قلب الإمام الحسين عليه السلام يشوفنا متآلفين متآزرين متحابين، لو يشوفنا متفرقين شيء أكيد متآلفين ومتآزرين مو صحيح؟ وهاي الخلافات البسيطة كلها تهون. هذا الطريق هو حق عام للجميع، صح؟ مثل ما ينتفع من عنده أبو السيارة، مثل ما ينتفع من عنده الإنسان اللي يمشي، وينتفع من عنده صاحب الموكب والتوزيع. فالقضية تحتاج إلى تنظيم لا أكثر ولا أقل، بحيث كل هاي الأطراف تنتفع منه ويطبق سيارتك هاي وقت صلاة وزاد أبو علي وكل الأمور تهون إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. يلا تفضل.
ان شاء الله رحم الله والديك. سيدنا رحم الله والديك. شكرا حظي لو علي ترضى علي ترضى. يلا خلاص اتفضل على الله. بس خلي اطلبها وقع على صرفك. نشرة الجو عزة رجعنا. شو الصوت؟ أنا ترى ما دا أسمع. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله يعني من خلال هذا الفاصل التوعوي عدة رسائل استطعنا أن نوصلها لكم. طبعا مشكور أستاذ حسام لاختيار هذا الفاصل. الرسالة الأولى اللي طرقنا إلها من خلال هذا الفاصل هو الالتزام بمواقيت الصلاة، يعني مثل ما اتفضل مشكور سيد إحسان يقول يجب أن نقدم الواجبات على المستحبات. الصلاة هنا واجبة، عندما يقدم زاد بعبد الله يجب، وإذا كان هناك وقت الصلاة يجب أن نصلي. وأيضا من الرسائل اللي يعني تعرفنا عليها من خلال هذا الفاصل الأمور التنظيمية خاصة لأصحاب المواكب، مثل ما نعرف هو الشارع حق عام للجميع. يعني اليوم صاحب السيارة، صاحب العجلة، صاحب المركبة يريد يمشي بهذا الشارع، وأيضا صاحب الموكب يتمنى أن يخدم زوار أبي عبد الله الحسين. إذن هي تحتاج لها فقط مسألة تنظيم وسعة بال وسعة قلب لا أكثر ولا أقل. إذن إن شاء الله يعني هذا الوقت اللي يجمعنا مع زملائنا في استوديو 313 لمعرفة أخبار درجات الحرارة، ويانا زميلنا مصطفى ستار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إسراء ونهاوند ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وعظم الله لكم الأجر والعزاء باستشهاد الإمام الحسين وأبي الفضل العباس وأصحابه وأهل بيته عليهم السلام. الله يبارك بكم. إذا مصطفى نحب نتعرف على درجات الحرارة إن شاء الله، هل هناك مستجدات في يعني ارتفاع وانخفاض؟ زميلتي إسراء أحب أن أنوه أن العراق منذ يوم أمس وأيضا قبل أمس خارج التصنيف العالمي للدول الأكثر حرارة، تقريبا 16 دولة كان العراق ربما متصدر هذه الدول بارتفاع درجات الحرارة، لكن بحسب المقاييس العالمية يوم أمس وأيضا قبل أمس العراق خارج هذا التصنيف بسبب الانخفاض في درجات الحرارة اللي وصل إلى 43 أو 44 في المناطق الوسطى. أحسنتم. إذن راح نترك الحديث والجو لكم مصطفى حتى نتعرف أكثر. شكرا جزيلا زميلاتي. تفاصيل أوفى وأدق عن النشرة الجوية في بغداد وباقي المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، لكن بعد ما نروح لهذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم سادتي الأكارم أينما كنتم، طبعا في صباح جديد مع نشرة الأنوار الجوية التي تأتيكم دائما ضمن برنامج صباح كربلاء. نبدأ كالعادة بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنوار الجوية ورصد الزلزال التابعة لوزارة النقل العراقية عن الحالة الجوية المتوقعة في البلاد لهذا اليوم الاثنين 29 من تموز، حيث سيكون الطقس صحوا مع فرص لتصاعد الغبار بشكل خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية. درجات الحرارة على العموم سترتفع قليلا والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تتراوح سرعات هباتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة، وتنشط أحيانا لترتفع هذه السرعة من الرياح وتصل ما بين 40 إلى 50 كيلومتر بالساعة. طبعا سيكون مدى الرؤية سيكون ما بين 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الغبار سيقل ليسجل ما بين 3 إلى 5 كيلومتر، ودرجات الحرارة العظمى ستتراوح في المنطقة الشمالية ما بين 39 إلى 44 درجة مئوية، أما في المناطق الوسطى ستتراوح ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية فقط، وفي المناطق الجنوبية ستتراوح بحسب المختصين ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية. أما درجات الحرارة المتوقعة في عراقنا الحبيب فهو كالتالي. نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد. بغداد ماذا سجل؟ سجل 27 درجة مئوية فقط،
كحرارة صغرى وعظمى سترتفع لتسجل 46 درجة بحسب المختصين، والطقس سيكون مشمس في العاصمة بغداد. جنوبا حيث البصرة الفيحاء كما تلاحظون 33 درجة مئوية الصغرى، والعظمى سترتفع لتسجل 48 درجة مئوية، والطقس سيكون مشمس هنالك في البصرة الفيحاء. في الاتجاه المعاكس في أربيل هنالك الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة العظمى ستسجل بحسب المختصين تقريبا 42 درجة مئوية، أما الصغرى التي سجلت لهذا اليوم منذ ساعات الصباح الأولى 28 درجة مئوية فقط في أربيل. في محافظتنا المقدسة كربلاء، الأجواء في كربلاء أيضا مشمسة، متوقع أن يكون هناك غبار خفيف بعد الظهيرة، درجات الحرارة 29 صغرى وعظمى سترتفع لتسجل تقريبا 45 درجة مئوية بحسب المختصين. أما في محافظة ذيقار، الأجواء مشمسة في ذيقار وتبدأ أو بدأت بما بين 31 درجة مئوية صغرى وعظمى سترتفع لتسجل تقريبا 46 درجة بحسب المختصين. أيضا شمالا في السليمانية التي بدأت حرارة السليمانية ب 22 درجة مئوية تقريبا من أكثر درجات الحرارة انخفاضا، 41 ستسجل العظمى هنالك في السليمانية، الأجواء طبعا ستكون مشمسة. أيضا في محافظات الفرات الأوسط في بابل تحديدا الأجواء أيضا مشمسة مع فرص هنالك تصاعد للغبار 29 درجة مئوية الصغرى، العظمى متوقع أن ترتفع لتسجل حاجز 45 درجة مئوية. أيضا بالعودة إلى جنوبنا الحبيب في ميسان، درجات الحرارة هنالك مرتفعة ستسجل وتلامس 48 درجة مئوية، والصغرى سجلت 34، الطقس طبعا سيكون مشمس هنالك في ميسان. أيضا بالعودة إلى شمالنا الحبيب في محافظة توك التي سجلت أكثر درجات الحرارة انخفاضا، 40 درجة مئوية ستسجل فقط العظمى، الصغرى 29، والأجواء ستكون مشمسة هنالك في دهوك. أيضا ننتقل إلى محافظة الأنبار في غرب العراق الذي سجلت درجات حرارة 30 درجة مئوية فقط كحرارة صغرى، وعظمى من المتوقع أن ترتفع لتسجل 43، والطقس سيكون مشمس هنالك في الأنبار. أيضا ننتقل إلى محافظة أخرى من محافظاتنا الحبيبة في محافظة النجف الأشرف، كما تلاحظون الأجواء مشمسة في النجف الأشرف وسجلت 32 درجة مئوية كحرارة صغرى، أما العظمى سترتفع لتسجل تقريبا 45 درجة مئوية بحسب المختصين. أيضا ننتقل إلى محافظة الديوانية، كما تلاحظون 31 درجة مئوية فقط سجلت في الديوانية، ومن المتوقع أن ترتفع لتسجل تقريبا 45 درجة مئوية، والأجواء ستكون مشمسة هنالك. أيضا انتقل إلى محافظة الموصل شمالا، الأجواء في الموصل مشمسة، بدأت ب 29 درجة مئوية كما تلاحظون، ومن المتوقع أن ترتفع لتسجل ذروتها 43 درجة مئوية. إلى محافظة ديالى، الأجواء في ديالى مشمسة، بدأت ب 27 درجة مئوية وسترتفع لتسجل ذروتها عند 44 درجة مئوية كحرارة عظمى، 28 درجة مئوية في واسط وسترتفع لتسجل تقريبا 44 درجة مئوية، والطقس سيكون مشمس أيضا. إلى صلاح الدين، حيث الطقس المشمس الذي بدأ ب 31 درجة مئوية وسترتفع الحرارة لتسجل أوجها 44 في صلاح الدين، والطقس سيكون أيضا مشمس هنالك. أما في كركوك، الحرارة في كركوك 31 درجة مئوية بحسب المختصين في الأنواع الجوية، سجلوا 31 درجة مئوية وسترتفع العظمى لتسجل تقريبا 42 درجة كحرارة عظمى. أخيرا في المثنى، الأجواء في المثنى مشمسة، درجات الحرارة ما بين صغرى 31 وعظمى سترتفع لتسجل تقريبا 46 درجة مئوية. طبعا كما نوهنا، العراق خارج التصنيف الدولي لليومين الماضيين بارتفاع درجات الحرارة، هنالك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم وغدا، ثم تعاود الحرارة بالانخفاض إن شاء الله بشكل خفيف. هذا كل ما لدينا من نشرة أخبار الطقس، هذه عودة إلى الزميلات إسراء ونهاوند لتكملة ما تبقى من فقرات البرنامج. الملتقى إن شاء الله يوم غد.
إلى اللقاء. مشاهدينا نشكر زميلنا مصطفى ستار على بيان درجات الطقس العظمى والصغرى للمحافظات العراقية، وإن شاء الله الأجر والثواب لزوار مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مشاهدينا، مسألة أنه الولاء والمحبة للمولى أبي عبد الله وإحياء معالم عاشوراء لم تقتصر على العراق ولا على البلدان العربية، بل باتت أنه تصل ووصلت وتقام حتى في المهجر. الجاليات العراقية هناك أخذت دورها وما زالت طبعا أنه تسعى بطريقة أخرى تحيي هذه المعالم، معالم عاشوراء وأحياء واقعة المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه. أحسنتم، يعني مثل ما تفضلت نهاوند، اليوم العشق الحسيني لم يقتصر في العراق بل حتى في دول المهجر. راح نسلط الضوء على مسيرة عاشوراء الخالدة بالتحديد في مدينة مالمو السويدية، تفاصيل أكثر مع الزميلة رانيا الموساوي. من أجل إيصال الرسالة والقضية التي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام إلى المجتمعات الأوروبية، نظم أتباع أهل بيت رسول الله في مدينة مالمو السويدية مسيرة عاشوراء الخالدة بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات الإسلامية، ما يعكس التنوع والتضامن بين المجتمعات الإسلامية في المدينة. اليوم مسيرة الإمام الحسين العاشر في دولة السويد مدينة مالمو، شعور لا يوصف مع هذه الأعداد الهائلة. هدفنا أن نوصل رسالة الحسين عليه السلام إلى الشعب السويدي والغير مسلم هنا في مدينة مالمو. اليوم هم الرسالة الحسينية رسالة خالدة للأبد، أبدية، فراح المجتمع السويدي احنا نحس اكو حاجة انه يوصل لها رسالة الحسين عليه السلام. طبعا هناك كثير من يعني الأسباب التي دعت إلى وجودنا في هذه الساعة وفي هذه المسيرة، ومن أهمها أن نعاهد الإمام الحسين عليه السلام أن نسير على نهجه وعلى خطاه. بهذا اليوم والفاجعة الكبرى وفاجعة الطف الكبرى لبين العالم بأن هذه الحشود الآتية إلى هنا لتبين للعالم بأنه مظلومية أهل البيت وما جرى على أبا عبد الله في هذا اليوم وعياله وأطفاله ونسائه. انطلقت المسيرة من شارع الجمعيات وانتهت في ساحة الفنون وسط مدينة مالمو السويدية، حيث تجمع المشاركون لإحياء هذه المناسبة السنوية رافعين الرايات الحسينية إلى جانب لافتات كتب عليها عبارات باللغة السويدية توضح مظلومية الإمام الحسين عليه السلام. الغاية والهدف الأسمى من هذه المسيرة هي إيصال رسالة الإمام الحسين عليه السلام للعالم بشكل حضاري يتناسب مع المكان ومع الزمان. لذلك كانت الشعارات يعني تؤكد على القيم اللي احنا القيم المشتركات اللي بيناتنا وبيناتهم اللي هي القيم الإنسانية اللي ضحى من أجلها الإمام الحسين عليه السلام. هذه المسيرة تعكس استمرارية الرسالة الحسينية في الوصول إلى المجتمعات الأوروبية، كون الإمام الحسين عليه السلام يمثل رمزا للثورة ضد الظلم والدعوة إلى الحق والعدالة، وهو عنوان للمسلمين والأحرار في العالم. لبرنامج صباح كربلاء، رانيا الموسوي، السويد. حياكم الله مشاهدينا، ونشكر زميلتنا رانيا الموسوي على هذا التقرير. إذن إن شاء الله وصلنا إلى مسك ختام فقرات حلقة هذا اليوم، وأكيد مسك الختام من خلال سؤال التفاعل، من خلال آراءكم الميدانية، ومن خلال
إن شاء الله يعني ردود أفعالكم حول الأسئلة من خلال الاتصالات الهاتفية اللي إن شاء الله نتمنى أن تشاركونا فيها. السؤال يقول: هل تستشعر حرارة مقتل الإمام الحسين عليه السلام في قلبك؟ أي والله حرارة مقتل الإمام الحسين يعني لا تبرد. أكيد أكيد، يعني عبر الأجيال وعبر العصور هذه الحرارة تبقى في القلب. خلينا نتعرف على آرائكم الميدانية مع زميلنا المراسل ماجد الأسدي ثم لنا عودة. إذن مشاهدينا الكرام، اليوم إن شاء الله هذا السؤال وجهناه، أكيد هسه الأغلب يقول أكيد يعني أنا أستشعر بهذه الحرارة في قلبي. يعني إحنا اليوم عندما نذهب إلى المجالس الحسينية، عندما نذهب إلى القرايات إحنا يعني النسائية، المجالس الحسينية النسائية، عندما يذكر اسم أبي عبد الله، مصيبة الزهراء عليه السلام، مصيبة السيدة زينب عليه السلام، لا إراديا شوفين يعني إحنا يحترق قلبنا. يعني حتى توصل مرات لحظات إذا كان هناك المجلس الحسيني مؤثر من خلال الخطيب أو الخطيبة، يعني أنا أستشعر هذه اللحظة، حتى الدموع تحرق الوجه. نعم، يعني خلينا نتعرف احنا على اول شيء الاراء الميدانيه. نهاوند، ما اعرف اذا استاذ حسام جهز الجوله، ان شاء الله خلينا نتعرف على اراءكم الميدانيه مع ماجد الاسدي ثم لنا عوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. أعظم الله أجورنا وأجوركم أحبتي المشاهدين بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. لضاها يحرق القلوب وشعلتها وهاجة تنير دروب الأحرار، لا تبرد حرارتها إلى يوم القيامة. هل تستشعر حرارة مقتل الإمام الحسين عليه السلام في قلبك؟ خليكم ويانا أحبتي المشاهدين وهذه الجولة الصباحية. قلبي يا أذي يبحج فوق ذبحة وخليها بطول الدغر تيبكى. نعم أحبتي المشاهدين، ما زلنا متواصلين وياكم بجولتنا الصباحية ونلتقي بأحد المشاركين. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أجورنا وأجوركم جميع إن شاء الله مأجورة عني. ممكن نتعرف حضرتك من أي محافظة؟ أنا أبو مسلم من محافظة النجف. أهلا وسهلا بك، مدينة الإمام علي عليه السلام. سلام الله عليه. أنت كشخصياً هل تستشعر حرارة مقتل الإمام الحسين عليه السلام في قلبك؟ هي قضية الإمام الحسين يعني قضية فوق الخيال، لو أن تدركها بأذهاننا إلها قضية، إلها بعد مادي وإلها بعد معنوي، لكن كواقع الحال ما نقدر نعيشها إحنا، لأن قضية فوق قلت لك الماديات والمعنويات. لكن في هذا اليوم يعني كل محب وكل مؤمن أصيب فت حرارة خاصة بهذا المصاب حقيقة. أنا قلت لك أنا فيها في ليلة العاشر يعني فد أحاسيس غريبة عن ما تدركها الأبصار ولا المعنى ولا الماديات، يعني فوق جميع الأشياء هذه الموجودة. يعني مرينا بكثير مصائب لكن مثل هاي المصيبة ما أعتقد تمر بينا. حرارة مقتل الإمام الحسين عليه السلام في قلب كل مؤمن، مستحيل إنه يوم من الأيام راح تبرد هاي الشعلة وهاي النار اللي بقلبه، مستحيل. بس الإنسان المؤمن بهاي الحقيقة يدركها، أما الغير مؤمن لا، يشوفها مسألة عادية، لكن المؤمن ويرسخها بذهنه كواقع عملي لا، يحس إنه حرارة للأبد. غابت روحه وفزت ويدعي ولين راسه براسي الرمح يزهر لما شافته صفقت بيديها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أجورنا وأجوركم. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين. حضرتكم من لبنان بس مقيمين بأمريكا. أي نعم. نعم.
حدثونا عن أجواء شهر محرم الحرام بأمريكا. أكيد كل العالم بتشوف وعم بتشوف شو عم بيصير بديربون ميشيغان وقديش نصرة الإمام الحسين وتعظيم مشاعر كل اللي عم بيصير بكل العالم عم بيترجم بكربلاء أكيد هلا اللي عم بتصير. ونحن هلا هون بمقام أبي عبد الله نجدد البيعة ونبكي ونتحسر على الآلام والأشياء اللي صارت بكربلاء وهذا الموجود وعظم الله أجوركم. إن شاء الله يتقبل زيارتك. منك إن شاء الله. هل تستشعر حرارة مقتل الإمام الحسين عليه السلام بقلبك؟ أكيد الإمام الحسين للكل، كل العالم تستشعر، كل العالم بس تفوت لهون بتبكي والدمعة موجودة على طول بالإمام الحسين. عظم الله أجوركم مرة تانية إن شاء الله. ناصر ميستوى يا شايل راس حامينا ولينا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم. أجرنا وأجوركم بمصاب أبا عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ممكن نتعرف حضرتكم من وين؟ السيد علي الحداد من الأحساء. أهلا وسهلا بك. حدثنا عن أجواء محرم بالسعودية. أجواء جدا ما تختلف بين الأجواء اللي هنا واللي عندنا هنا، كلها مصاب أبا عبد الله الحسين في كل مكان. نستشعر مرارة وفقد الإمام الحسين ومصابه. هو كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. صحيح في كل مكان، مو بس في كل أرض، في كل روح كربلاء، كل روح محبة للإمام الحسين موجودة كربلاء. الله يتقبل إن شاء الله أعمالكم. أعمالنا وأعمالكم بإذن الله. هل تستشعر حرارة مقتل الإمام الحسين عليه السلام في قلبك؟ سؤال محير جداً. فقط هو الدمع اللي يقدر يجاوب عليه، فقط هو اتصال الروح اللي تقدر تجاوب على هذا السؤال. الله إن شاء الله ما حد يقدر يجاوب على هذا السؤال ابدا. مقتل الامام الحسين عليه السلام حراره في قلوب المؤمنين لن تبرد ابدا ابدا حتى طلوع قائم آل محمد، وان شاء الله نكون من انصار قائم آل محمد ان شاء الله. وحبي فادة ثنة يا جدي وبالوجه للسيف رنة يا جدي وشبه دمة حنة. إلى هنا أحبتي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، وهذه عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء. أكيد مشاهدينا استمعنا وإياكم إلى بعض طبعا من الآراء اللي رصدها أن زميلنا ماجد الأسدي بخصوص سؤال التفاعل لحلقة هذا اليوم، وهو تساؤل قد يطرح نفسه في صدور كل منا، هل يستشعر الإنسان وهل تستشعر كل من يشاهدنا اليوم حرارة مقتل المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام في قلبك؟ وهذا ما ذكره طبعا الإمام المعصوم، أو على الأكثر أنه مضمون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين، حصرا في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. إسراء، صراحة حينما نستقرأ أكثر هذا الحديث نجد أن هناك خصوصية للمؤمن حينما يستنهض نفسه ويعيش هذه الروح طبعا الولائية للإمام الحسين عليه السلام. سنتي. يتخطر ببالي دائما في عزاء ركضة طويريج. نعم. ومثل هذا العام ارتفاع درجات الحرارة وتحت أشعة الشمس، صراحة الإنسان من يعني يشوف هذا المنظر يقول أنا باب بيتي يمكن ما أقدر أطلع ما هذه الدرجة. صحيح. يمشي ويركض ويهرول بساعات طوال وبزخم أعداد ملايين غفيرة، هذا الأمر يحتاج إلى إرادة وإلى دافع نفسي بحيث أنه يتمكن أنه يتكيف مع هذه الظروف. كيف لا، واليوم الإمام الحسين عليه السلام يعني ضحى بنفسه
وضحى بأهله وعياله وأصحابه من أجل ماذا؟ من أجلنا اليوم، من أجل نصرة الحق، من أجل نصرة الإسلام، من أجل أن نعيش اليوم حالة من الاستقرار النفسي، حالة من الأمن، حالة من السلام الداخلي، حالة من نعيشها في هذا المجتمع اللي بيه الحق وبيه العدالة وبيه المساواة. هذا كله استلهمناه أكيد من قضية مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إن شاء الله طبعا نسأل الله عز وجل مشاهدينا والدعاء الدائم ألا تبرد في صدورنا دائما وأبدا إن شاء الله الحرارة على قلب على مصاب المولى أبي عبد الله الحسين. أعتقد إسراء أنه هذه الحرارة لمقتل الإمام الحسين عليه السلام تدفع الإنسان بأن يصحح ذاته ويقوم شخصيته. أحسنت يا الله يبارك فيك. إن شاء الله. إذن مشاهدي الكرام نتمنى أن تكون اليوم حلقتنا نالت بالفائدة لكم، وإن شاء الله انتظرونا في حلقة هذا الغد. تقبلوا تحياتنا وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وحفظه. من قلب ولسان لك أحكي لعندك حليل، بالأقولة وبالحقيقة وانت تعرف داخلي أنا حبك من صديق وبمحبتك ملتزم، ريحة أمك بك شمها وريحة الغالي علي، أوقف قبالك عبيد واللي مثلك ينخدم، وش كبرها علي خدمتك يا الولي، خادمي وصاير ملكي.